فلاش سبورت. أجمل تحية والموعد الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. حصيلة مباريات الأمس قاريا ومحليا. قاريا ذهب الدور التمهيد الثاني كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي يعود بانتصار ثمين من الكوت ديفوار ويقترب من دور المجموعات. وفي الكونفدرالية هزيمة الإفريقي بثنائية ضد بهير دار الأثيوبي. الإفريقي مطالب بالتدارك في الإياب. محليا الجولة الرابعة ذهاب المجموعة الثانية. أول نقطة البارح لكل من مستقبل المرسى والنادي البنزرتي. نجم المتلوي يضيف 3 نقاط لرسيده ويلحق الهزيمة الأولى بالنادي الرياضي الصفاقسي. الاتحاد المنصيري فرط في انتصار كان في متناول بعض التقدم بثنائية. والاتحاد الرياضي بتطاوين يعود ضد الاتحاد الرياضي المنصيري من بعيد. إلى التفاصيل نبدأ بكأس رابطة الأبطال الإفريقية. كما حكينا ذهاب الدور التمهيد الثاني كأس رابطة الأبطال الإفريقية قبل الدخول لمرحلة المجموعات. البارح الترجي الرياضي في الكوت ديفوار فاز على الديوانة البوركيني هدف دون مقابل. هدف الدقيقة 28 عن طريق الجزائري محمد أمين توغاي من ضربة جزاء. وكان ياسين مرياح زميله في محور الدفاع أهدر ضربة جزاء أولى تحصل عليها الترجي في الدقيقة 16. انتصار ثمين للترجي أمام الديوانة البوركيني قبل مباراة العودة بعد 2 أسابيع في ملعب رادس. يلزم التأكيد في مباراة الإياب من أجل بلوغ دور المجموعات مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. راح في كأس الكونفدرالية ذهب الدور التمهيدي الثاني فريق بهير دار الأثيوبي فاز على النادي الإفريقي بثنائية نظيفة. ممكن برشا ظروف ما كانتش مع النادي الإفريقي إهدار الفرص العامل الطبيعي بالطبيعة ونعرف الأجواء في أثيوبيا. ولكن عنا ثقة في ممثل كرة القدم التونسية إن شاء الله في مباراة العودة بعد 2 أسابيع من الآن. العودة في النتيجة يلزم تسجيل 3 أهداف دون قبول هدف والفريق قادر على هذا خاصة أكيد مع حضور جماهير النادي الإفريقي في ملعب رادس. نذكر أن النجم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية الدور التمهيدي نهار السبت فاز في مباراة الذهاب على الجيش الملكي المغربي هدف دون مقابل. هدف كان سجله حمزة الجلاسي دقيقة 67. من المسابقة القارية رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الرابعة المباريات اللي تم المجموعة الثانية. البارح فريق نجم المتلوي فاز على النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب المتلوي هدف دون مقابل. هدف سجله تشانس موالا دقيقة 75 ومحمد علي معالج مدرب نجم المتلوي يتحدث بعد انتصار البارح. لعبنا امام المتصدر اللي عنده 9-9 عارفين وانه مش ياخذ بالثقل نتاعو في ملعبنا يحاول يسجل بكري باش يلعب مرتاح. هذا ما صاروش طلق فرص نادي الرياضي الصفاقسي ما كانتش خطيره على مرمانا ما عدا كره ممكن تاع امين الحبوبي اللي ما كانتش مؤثره بالراس. لكن الشوط الثاني يظهر لي نجم الرياضي بالمتلوي خذا زمام الامور خلق الفرصه الاولى على القائم من احمد ولاد باهي. الفرصه الثانيه يظهر لي بعد ديفياسيون باهي وتريونغولاسيون على الكولوار لمين سجلنا بها الهدف. لي 20 مينوت ريستونت يظهر لي الاولاد قاموا بالواجب عرفوا كيفاش يقفوا ما خلوش نادي الرياضي الصفاقسي يكون خطير ما عدا تسديده وضاح الزايدي اللي كان لها بالمرصاد مهيب كان حاضر مونتالمون باش في الدقيقه 93 يعمل بارات كيما هذيك خلتنا ناخذ 3 نقاط. يظهر لي البريستاسيون اللي عملوها الاولاد اليوم يستاهلوا عليها 3 نقاط. فيو سي البريستاسيون اللي قاعدين يعملوا فيها حتى قبل المباريات هذه في 2 مباريات اللي فاتت ان شاء الله كونتينيو كوم سا كونتينيو ا كونستروير اون بيل ايكيب كيما صار قبل ان شاء الله. النادي الرياضي الصفاقسي بعد 3 انتصارات متتالية انهزم البارح في نجم المتلوي. كيفاش كان أداء السي اس اس؟ الإجابة من عند مدربه نبيل الكوكي. لازمنا نعاودوا نخمم احنا لازم نعرفوا الملاعبية كيف كيف نحطوا في الناس كبار لأن تروا فيكتوار صغيرة ندير مازلنا في المرحلة الأولانية. شفنا زاد المشكل علينا وعليهم فهم حقيقة مش كيما ماتش نتاع كورة كل سؤال المتلوي كل سؤال الصفاقسي ماهوش ماتش نتاع كورة. دونك شفنا سخانة كبيرة اليوم الظهر زاد سخانة كبيرة 30 ديجري كيف كيف كبيرة تعرف اللي مع السخانة هذه مع السخانة كرتون تولي الأمور صعيبة شوية. رغم ذلك الملاعب هي معناها كانوا في العطاء كانوا موجودين نقصنا التركيز قدام ورا ونقص الكرة الأخرانية وفي بالتالي معناها قبلنا هدف معناها ممكن كان قاسي علينا شوية.
مباراة أخرى تلعبت لحساب المجموعة الثانية في ملعب تتاوين البارح، ملعب نجيب الخطاب. المباراة المثيرة بين اتحاد تتاوين والاتحاد المنسير. اتحاد المنسير كان متقدم في النتيجة بثنائية عن طريق أبو بكر تراوري دقيقة 45+3، إدريس المحير دقيقة 64، ولكن اتحاد تتاوين يرجع في النتيجة دقيقة 70. فابيان ويلي سجل أول أهداف الاتحاد الرياضي بتتاوين، ثم محمود ديالو سجل هدف التعادل دقيقة 86. محمد الكوكي يتحدث مدرب الاتحاد المنسيري بعد نتيجة البارح. ديما 2-0 اخطر نتيجه معناتها، وجانا الهدف الثالث في ريبريز ما سجلناش، ما نلعبوش وحدنا، فما فريق منافس كان متحمس لعب الكل في الكل، جاوه ثلاثة واربع كرات استغل سجل هدفين. لا غالب احنا على المستوى الذهني يمكن ما كناش جاهزين كما ينبغي بعد 2-0. تعرف اللاعب التونسي في بعض الاحيان يصير له رلاشمون معناتها انديريكتومون 2-0، يقول لك وفات المباراه ما كناش مركزين كما قلت، خاصة قبل ما نلوم يعني المدافعين، لأنه فما استحقاق نتاع الخط الأمامي لاتحاد تتاوين، نلوم المهاجمين اللي أدو فوا معناتها كورتين سهلين تقريبا في اللي كانت فارغة، كنا نجموا ننهيوا المباراة. على كل مبروك لاتحاد تتاوين، احنا المباراة يلزمنا نستوعب الدرس منها. إلى وجدي بوعزي مدرب الاتحاد الرياضي بتتاوين، اللي ما حكاش على أداء على النتيجة، حكى أكثر على الأداء، على الروح، على قيمة الملاعبين الموجودين في الاتحاد الرياضي بتتاوين، الملاعبين اللي يعرفهم هو مش اللي منتدبهمش، وهو التأكيد من عنده. فما برشا ملاعبين اللي أنا الحقيقة ما كنتش أنا سبب في قدومهم، مانيش راضي على المستوى نتاعهم. مفكر الجمهور أنه مش متلوي، جينا ب 13 ملاعب، فكر الجمهور أنه تمشي شوية اليوم الجمهور. لا بالعكس، بالعكس جمهور تتاوين يشجع في وجدي بوعزي، يشجع في الجمعيه، لا بروف كونيتي، لا لا بروف قاعدين نخدموا في خدمه كبيره ياسر. احنا شوف احنا دزنا جمهور، رجعنا اليوم اونيتي كونسنتري سكيرا، مي جمهور الحقيقه دز معنا، ثم روح ثم روح قوه تتاوين في المكونات تاعها الكل، جمهور وهيئه ولاعبين واطار فني. نقول الجمهور ان شاء الله قدم افضل، وعندكم فريق نجموا تفتخروا به، ونقول الجمهور زاد عندكم فريق من احسن الفرق في الرابطه الاولى اللي قاعد يلعب كوره. إلى مباراة ملعب الشتيوي البارح، التعادل دون أهداف بين مستقبل المرسى والنادي البنزرتي. أول مباراة لمهر الكنزاري بديل السربي داركو دوستانيتش. الكنزاري يتحدث على نتيجة التعادل البارح. زوج فرق كانوا في وضعية صعيبة برشا، زوج فرق ما عندهمش نقاط. بوغ لي دوز إيكيب سيتي بوكو بلوز إمبورتون دو نوبا بير دو كو دو غانيي. دونك نتصور اللي النقطة ماهيش طموحنا قبل ونحن نحضروا في المباراة، لكن بعد المباراة نورمال عادية خذينا نقطة باهية، حلينا الكونتور نتاعنا في السيزون هذه أول نقطة في الموسم. إن شاء الله أونال تيرن نقاط أخرى، معناتها الوضعية نتاع النادي معروفة، خارجين من زوز خسائر. لي زومبيسيون تعرف أون جورني أو أون أوتر، ولا لي زوبجيكتيف دو كلوب يتغيروا للأحسن وللأسوأ. اليوم خذينا نقطة، حبينا ناخذوا ثلاثة نقاط باش نقعدوا في الموكب الكوكب نتاع المراتب الأولى. اليوم خذينا نقطة إن شاء الله ندركوها في المباريات الجاية، ونحاول ناخذ أكثر عدد من النقاط. إلى خالد بن يحيى مدرب مستقبل المرسى في تصريح بعد التعادل. سي نورمال خير من بليش، اما احنا نوري دو معنا بارابور بيان سور النومبر دوكازيون اللي جاونا، نوري دو معنا على الاقل نمثلوا واحده ولا اثنين، فهمت باش سورتو المهم مش في التروبا، المهم الاولاد باش يبداو ليبيري ويتفرجوا. نذكر الدفعة الأولى البارحة التعادل 2-2 نهار السبت بين الملعب التونسي وقوافل قفصة، فوز اتحاد بنقردان على مستقبل سليمان هدف دون مقابل، ومباراة مؤجلة تتلعب لحساب المجموعة الأولى، تتلعب نهار الخميس في ملعب سوسة، النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الإفريقي. نكمل بكرة اليد، منتخب الصغريات البارح فاز على الجزائر في الجولة الثانية ضمن البطولة الإفريقية 29-16. منتخب الكبريات يجري تربص في المنسير بقيادة المدرب الفرنسي كيفان ديكو. نكمل مع المصارعة، بطولة العالم للمصارعة المقامة بصربيا، خديجة الجلاسي سوار بوستة وسليمان نصر ثالوث يشارك في بطولة العالم. خديجة الجلاسي تواجه الصينية المصنفة الأولى زو فانغ إن شاء الله غدوة في وزن 68 كيلوغرام، وسوار بوستة في وزن 59 كيلوغرام. تنتظر الألمانية بروغير أو أوزي تورك التركية ضمن ثمن النهائي يوم غد. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. اسمع.